لم تمنع الإصابة موفق من الاستمرار في عمله بالحراك الشعبي، حيث أطلق حملة للفت أنظار المجتمع الدولي حيال ما يحدث في الغوطة من مجازر، وأطلق عليها اسم مع الغوطة، وستستمر لمدة 10 أيام. هذه الحملة حظيت خلال أيامها الأولى بتفاعل كبير من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج مع الغوطة موقع فيسبوك منذ أول يوم في الحملة. الحملة مستمرة 10 أيام، وهي الحملة مع الغوطة لح تكون لها ترتيب بالمظاهرات بالغوطة وخارج الغوطة، ونحن في كتير ناشطين رح يساعدونا من برا التصوير لافتات من جميع دول العالم. وشارك في هذه الحملة ما يزيد عن 100 ناشط إعلامي، إضافة لأطباء ومهندسين وحقوقيين، كما شاركت فيها معظم مؤسسات الغوطة الفاعلة، ونظمت عدة وقفات ومظاهرات في دول عربية وأوروبية، في حين شارك في هذه الحملة عدد من الناشطين السياسيين والفنانين المقيمين خارج سوريا. بعد جمود الإعلام الكبير بالتعاطي مع الغوطة الشرقية، مع التعاطي مع 400,000 محاصر يعانون ما يعانون، كانت حملة مع الغوطة، كانت بدايتها بنشر هاشتاج مع الغوطة عبر تويتر وفيسبوك، مع نشر عدد كبير من الصور لتلفت النظر لمعاناة الغوطة الشرقية وأيضا لصمودها. منظمو الحملة أكدوا بأن المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستستمر طيلة أيام الحملة، فالصمت الدولي حيال مجازر النظام بحق الشعب السوري يعتبر بمثابة تفويض له على حد وصفهم. أطلق ناشط الغوطة الشرقية حملة تحمل اسم مع الغوطة في محاولة منهم للفت أنظار المجتمع الدولي حيال ما يحدث من مجازر بحق أهل الغوطة الشرقية. الحملة تتضمن أيضا نشر صور توضح حجم معاناة 400,000 مدني يقبعون تحت حصار النظام الذي دخل عامه الرابع، والذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية وحول حياتهم إلى يوميات من الموت والمعاناة والخوف من التهجير، سيما مع استمرار حملات التهجير القسري التي تمارسها الميليشيات الأجنبية وقوات النظام في المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.